Томограф. Ось томограф. Ось бачите. Але на думку росіян, тут, мабуть, також була чергова натівська база. Ось дивіться. Це суч... найсучасніше приймальне відділення, яке було збудовано буквально півроку тому. Буквально півроку. Ось подивіться. Просто подивіться. كما اظهرت صور اقمار صناعيه اثار الدمار الذي لحق بجسر في مدينه اربين غربي كييف اثر تعرضه لقصف روسي في غضون ذلك قالت الولايات المتحدة ان رتلا روسيا جديدا يتقدم نحو كييف من شمال شرقي العاصمة الاوكرانية وقدر مسؤول رفيع المستوى في وزارة الدفاع الامريكية ان الرتل الروسي يتقدم من مسافة تبعد بنحو 60 كيلومترا عن المدينة لكنه لم يحدد عدد مركباته. كما اضاف المسؤول ان هذا الرتل يضاف الى اثنين اخرين احداهما مؤلف من مئات الاليات ولم يتمكن من الاقتراب من مطار جوستوميل الواقع على مسافه 20 كيلومترا من كييف فضلا عن رتل اخر متوقف في تشيرنيهيف التي تبعد 150 كيلومترا عن العاصمه وكشف مسؤول عسكري امريكي ان معظم القوه القتاليه لكل من روسيا واوكرانيا ما زالت سليمه واضاف المسؤول ان الولايات المتحده لا تملك ادله على سحب روسيا قوات من اماكن اخرى في اراضيها من اجل اضافتها الى القوات التي نشرتها على الحدود ثم الدفع بها الى اوكرانيا وذكر المسؤول ان القوات الروسيه عزلت مدينه ماريبول مشيرا الى ان واشنطن لا تعتقد ان هذه القوات تمكنت من السيطره على المدينه